عيدي عيدي. ايه؟ What is up people, it's your family back at it again. اختاركم على الاغلب يتذكر انا هلا وين. ايه انا بمحطة القطار. متحمسين؟ انا معطل بس لازم اجي طلع رفقاتي. دقني انا لو اعرف اقول لك. انا ذات نفسي مش عارف. بالاهم لازم اجي نقز جيني. Good morning. كلكم شفتوها بالفيديو الماضي وحبيتوا كيف نرتعبت ومدري هيك، لكن انا جاي خصوصا بس لارعبك واخذ شويه لقطات للفيديو، مشاهدات وحركات. شغل مخك. طبعا انا صاير عم بحب هدول نوع الفيديوهات اللي هيك بلوج عم باخذكم بحياتي. صرت من الطبقه المخمليه، الطبقه اللي فوق فوق فوق. انا هلا واقف فيني اشوف كل الباركينج من هون، وانا بعرف سياره جيني بس توصل كمان روح ودغري خبي حالي كمان فاجئها. الفكره انه بس جيني توصل انا ما لازم اكون واقف قدام هي الشباك لانه هي من بعيد فيها تشوفني. ايش بايز تسويق من شيء؟ اوكي انا اشتريت له لنانو شيء مثل الحشيش بس مو حشيش. او ماي جاد واو، هذا اسمه كاتنب، هو نوع من العشب اللي بحبه القط وبحب ريحته كثير وبحب طعمته كثير، ويعني مش مبسوط فيه مكيف عليه. ليك 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 ليك, ليك. طبعا نانو قليل قليل جدا لحتى اي شيء بتعطيه تريت، بتعطيه هدول اللحوم المجففه تبع القطط ابدا ولا شيء بحبه، بس هذا لحد الان اول شيء شربناه وفعلا هيك يعني عمل رياكشن عليه. بحاول اخده منه. ياي الله اكبر عليك اليوم، الله يزيلك، رجعوا رجعوا لك الحصى رجعوا. بنصحكم اذا عندكم قط بالبيت جيبوا له هذا الشيء لانه رح تضحكوا عليه كثير. عطنا لايك يا اخي، عطونا لايك يا اخي، عطنا لايك، عطنا لايك، مش منطق يا اخوان ترى ما يمشي هذا. انا والله العظيم ما معصب لي المقعد اشوف، يا اخي عطونا لايك. نلعب لعبه جديده. بس قبل ما نلعب بلعبة جديدة بدي افرجيكم شغلة انا تعلمتها على التليفون عندي. اوكي اذا انتو عندكم قبضة PS4 بالبيت، تعلمت شغلة فيني تخليني العب العاب PS4 على التليفون. كل اللي علي انه اربط بلاي ستيشن. رح ترتبط هلا لو تشوفه. هل انا رائع ولا مو رائع؟ انا معلم. ممكن تريحنا؟ ممكن تقنعنا؟ Let's play Twister. اللي ما بيعرف شو هي اللعبة، اذا انت حاضر اي فيلم امريكي بتعرف انه هي لعبة تويستر. عنا هذا الايرو سهم بنفتله وبيقلنا اي ايد من اي ميلة من اليمين او الشمال او اي رجل رح تروح على اي لون. نايا رح تكون قاعدة هونيك، انا رح اكون على التويستر مات وهي رح تفتل. ايش لك اليمين على الاصفر؟ اوكي اوكي ايدك الشمال
الأصفر. أوكي. إجرك الشمال على الأحمر. ها؟ إجرك هيدي اليمين على الأحمر. أكفر كفرة هسه، يقول ليش تكفر؟ هيك. إجرك. يلا. إجرك الشمال على الأصفر. إيدك الشمال على الأحمر. يلا. إيدك الشمال على. وردي على الأصفر. عيدي يلا. إجرك الشمال على الأزرق. أوكي. يلا. مشكلة الهبلة ما بتعرف تقرا، ما بتعرف تحكي عربي. إيدك اليمين على الأزرق. ها؟ أوكي يلا 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 يلا. يلا. إيدك الشمال على أحمر. أوكي. يلا. شو هذا؟ شو هذا يلا؟ تهوي أبليز. فازنا اصدقائي، هذا كان فيديو اليوم، ان شاء الله تكونوا استمتعتوا وان شاء الله تكونوا انبسطتوا. لا تنسوا لايك شير سبسكرايب، ولا تنسوا تروحوا على باقي الفيديوهات تحضروهم. هي كانت لعبه تويستر، لعبه مش للاوزان الثقيله. لا تنسوا تتابعونا على كل مواقع التواصل الاجتماعي. نحبكم، سلام على الفيديو الجاي ان شاء الله. باي باي.